مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي، حصة الرياضيات Mathematics. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة، وكتير مسرورة أنه أكون معكم بحصة جديدة مع دروس جديدة. اليوم رح نكون عم نحكي عن درس جديد مش سمعينه من قبل، يمكن البعض منكم بيعرفوه بس يمكن البعض يكون لأول مرة عم بيسمعوا عنه. منشان هيك بدي إياكم تفتحوا عيونكم منيح ودينا يكون متركزوا، أذهانكم كمان هيك تفتحون منيح لحتى تفهموا شو رح نتعلم، وتشوفوا كتير منيح شو رح نكتب على اللوح، وتكتبوا عندكم على الدفتر يلي دايما بتكتبوا عليه بخط كتير حلو ومرتب الأشياء اللي رح نكتبها، وهيك دايما انتو بترجعوا لها وما بتنسوها أبدا. تعرفوا مرات نحنا منقول كلمات، هيدي الكلمات مهمة، مثلا أنا وبالمدرسة شفت رفيقتي جعانة كتير، عطيتها نص الساندويتش اللي كان معي، نص I gave her half of the sandwich. الماما عطيتني ساندويتش أنا قسمته بالنص half. مش منقولها مرات؟ هيدي كلمة كتير مهمة، شو يعني half؟ شو يعني نص؟ أو مثلا إذا أنا معي تفاحة بقول أنا هلا قاعدين رفقاتي نحن أربعة we are four، بقصها لأربع أقسام وبقول بدي أعطي كل واحد منا ربع، أنت خذ ربع وأنت خذ ربع وأنت خذ ربع وأنا باكل الربع الأخير. مش منقولها؟ quarter، quarter يعني ربع. أوكي، هيدي الكلمة كمان مهمة كتير. شفتوا قديش في كلمات نحن بنستعملهم بحياتنا اليومية كتير مهمين؟ هلأ مش رح خبركن شو يعني quarter وشو يعني half وليش هن مهمين، لأنه بالفقرة اللي جاية والفقرات اللي بعدها رح نكون عم نتعلم أكتر عن هيدا الموضوع. خليكن معنا. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. Even or odd, check each number, look at their end to know what's that number. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. The numbers that can be divided in half are called even numbers. The numbers that get plus one when divided are called odd numbers. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. وهلا رح نبدا بدرسنا يلي خبرتكن عنه بالبدايه، وهو درس حلو كتير. بس خليني قبل خبركن عن هيدا الاكله يلي انا بحبها، اسمها بيتزا. بتعرفوا شو يعني بيتزا؟ بيتزا يعني منقوشه. بتعرفوا المنقوشه اللي نحن بناكلها فيها زعتر وجبنه وكشك، مشتهرة ببلدنا. ليش؟ لأنه بالإيطالي بيتز يعني أصبع، بيتزا يعني هي منقشة بالأصبع، يعني عجينة منقشة بالأصابع، مثل ما نحن المنقوشة بتكون منقشة منقوشة. تبهتوا؟ أوكي، عادة نحن منجيب البيتزا لحتى ناكلها مش لحالنا، منقسمها منقطعها لعدة قطع لحتى كل اللي موجودين معنا بالبيت ياكلوا. مزبوط؟ يمكن حدا مش كتير جعان بيقول لك انا هيك قص لي شقفه صغيره، او يمكن حدا كتير جعان بيقول انا كتير كتير جعان اعطيني هيدي القطعه الكبيره. مزبوط؟ يعني شوفوا كيف، اذا انا هلا بدي ارسم البيتزا هون على هيدي الورقه عندي، رح اعملها مثل هيك دائره تقريبا، يعني
بتعرفوا البيتزا بحطوا فيها عدة مكونات. اوكي هيدي البيتزا فيني قصة لأربع قطع، فيني قصة لأربع قطع متساوية قد بعضهم، يعني الكل بيقدروا ياكلوا كل واحد بياخد قطعة قد التاني بهذا الشكل. بعد فيني قص هون يعني. منسميهم four equal parts. four equal parts لأنه هني قد بعضهم، إذا قربتها هيك رح تطلع قدها على القد، وإذا عملتها هيك رح تطلع قدها على القد كمان، يعني أربع قطع متساوية بالحجم. أو فيني مثلاً جيب بيتزا تانية كمان رح أرسمها. هالمرة رح نحط فيها غير مقادير، غير عفواً مكونات. اوكي وهالمرة رح قصها للبيتزا بس ب لأربع قطع غير متساوية، شوفوا كيف. يعني بقص قطعة صغيرة للشخص اللي منه كتير جوعان، وقطعة كبيرة للشخص اللي كتير جوعان، وقطعة متوسطة للأشخاص اللي عادي. خليني أول شي أعلمهم بالقلم. طلع شوفوا هول القطع، هل هن متساويين؟ طلعوا لا، لانه هيدي شوفوا قديش صغيره حد هيدي، وكمان اصغر من هاي، وهيدي كمان اكبر، يعني هن هول بنسميهم unequal parts، منن equal، غير متساويين، منن بذات الحجم او بذات الكبر. اوكي لكن خليني اذكركم، هون عنا four equal parts بهيدي يعني قطع متساويه بالحجم، و unequal parts قطع غير متساويه بالحجم. اذا انتبهتوا لهالفكرتين والكلمتين كثير منيح رح تفهموا الاشياء اللي رح نتعلمها بالفقرات اللي جايه. خليكن معنا. وهلا رح ننتقل مع بعض لهيدا التمرين على اللوح. إذا ملاحظين في عنا سكويرز، عدة مربعات. تعرفوا إنه هودي السكويرز فينا نقطعهم لـ equal parts و unequal parts. كيف؟ تعالوا نفكر. رح بلش بـ four unequal parts. إذا بدي أقطع هيدا المربع فيني أعمل هيك. هيدي أول بارت وهيدي تاني بارت. 1 2 3 4 unequal parts. اوكي في أربع أقسام بس منن قد بعضن، منن متساويين. فكروا معي أنتو كيف فينا نعمل كمان بالسكوير unequal parts. فور بدنا أربع قطع بس ما تكون متساوية. مثلا فينا نعمل هيك وهيك. 1 2 3 4 قطعته لفور بارتس بس منن ايكول، منقول ان ايكول كمان. فور ان
equal parts. هون 4 unequal parts وهون كمان 4 منن قد بعض. شوفوا هيدا صغير هيدا صغير اكبر هيدا اصغر من هيدا هيدا اكبر شيء، يعني هن منن قد بعضن البارتس. كمان تعالوا نفكر كيف فينا نقطع السكوير ل 4 unequal parts. فينا نعمل هيك وهيك، هدول البارتس ايكوال 1 2 3 4 كلهم قد بعضهم؟ لا، هول الاثنين قد بعضهم وهول الاثنين قد بعض، بس هن الفور ان ايكوال. ان ايكوال غير متساويين بالحجم. منكمل فينا بعد اقولكم نلاقي طرق نعمل ان ايكوال بارتس. فيكن تفكروا انتو تجربوها عندكن على الدفتر، يمكن تلاقوا بعض طرق. طيب هلا رح جرب وحده equal parts. equal parts يعني كلن لازم يكونوا قد بعض. بتطلع على النص تقريبا هون والنص تقريبا هون وبيطلعوا اربع قطع متساويه، يعني منقول 4 equal parts. 4 equal parts 1 2 3 4 قد بعضهم. كمان طريقة تانية تنعمل equal parts، منقسم هيدول لتلاتة على القد، بس هون هالمرة أنا عملت 3 equal parts. كيف كنت بدي أعمل 4؟ بدل ما أقسم لتلاتة، إذا بدي 4 بقسمها لأربعة، محي هيدول اللي عندي وبقسم حسب. إذا قالوا لنا 3 equal parts 2 equal parts 4، نحن هلا بدنا 4، أوكي رح أقسمها لأربعة تقريبا 1 2 3 4، كمان 4 equal parts. شفتوا كيف الفرق بين unequal و equal؟ أكيد فينا نحن عم نستعمل القلم على الورقة لما نرسم السكويرز رح يطلع معنا more unequal parts و equal parts كمان. شو بعد في طريقة لنعملهم equal؟ فكروا منيح. فينا أقولكم نعمل هيك، بيطلعوا 4 equal parts. نعم بيطلعوا 4 equal parts. ننتقل للمربع التالي. أقولكم فينا نعمل هلأ بعد unequal. unequal parts فكروا فيها، فينا نعمل هيك. One, two, three, four, unequal parts. فينا نعمل بعد equal parts. Okay, نفس الطريقة اللي عملناها هون، بس horizontal lines. One, two, three, four equal parts قد بعضهم. فيكن تعملوا بعد، ارسموا انتو عندكن squares. تعرفوا انه السكوير بيكونوا كل السايدز تبعوله قد بعضهم، اوكي؟ ارسمون عندكن وفكروا اي طريقة فيكن تعملوا فيها equal parts يعني قد بعضهم، أو unequal parts أو يعني مش قد بعضهم، وضلكن تدربوا عليهم وخليكن متابعين لحتى نروح مع بعض لآخر فقرة بحصتنا.
Do these shapes have equal parts? This is a red square. Does it have equal parts? Yes, excellent. This is a blue circle. Does it have two equal parts? No, it does not have two equal parts. What about this green square? Does it have four equal parts? No. Let's look at this purple triangle. Yes, I can see two equal parts. Let us always remember that we can divide shapes into equal or unequal parts. وهلأ وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. عم نحكي عن الإيكوال والأنيكوال بارتس، يعني القطع المتساوية بالحجم والقطع الغير متساوية بالحجم. عندي هون صور لبعض الخضار والفاكهة اللي نحن لازم نتناولهم لأن بغذونا، بس هلأ أنا بدي قصهم وإنتو رح تشوفوا معي وتقولولي إذا كانوا القطع اللي أنا قصيتهم هن two equal parts أو unequal parts. إذا equal parts منحطهم على هيدا الورقة مكتوب عليها equal، وإذا ما كانوا equal منحطهم على الورقة اللي مكتوب عليها unequal. اتفقنا؟ كتير منيح. في عندي a carrot، جزرة carrot، رح قص هيدي طلعوا فيها منيح equal أو unequal. قد بعضهم القطعتين اللي أنا قصيتهم؟ لا، unequal parts بحطها على الورقة يلي هي unequal. كمان في عندي lettuce، خس lettuce، طلعوا منيح. هيدول equal parts أو unequal parts؟ قد بعضهم equal parts، مزبوط، two equal parts بحطهم على الورقة يلي هي هون تبع ال equal parts. عظيم. في عنا corn، sweet corn، ذرة. اوكي خليني اشوف كيف بدي قصها. طلعوا فيهم، عندي قطعتين two parts. Are they equal or unequal؟ انتبهوا منيح، هيدي قطعة وهيدي قطعة، equal or unequal؟ أكيد لا، لأنه في واحدة كتير زغطورة وواحدة كتير كبيرة، يعني هن unequal parts، غير متساويين، بحطهم على الورقة يلي مكتوب عليها unequal. في عندي cucumber، خيار. كيوكمبر. اوكي رح قص هيدا الخيارة لقطعتين. طلعوا منيح. equal or unequal parts؟ equal، إذا حطيناهم هيك بيطلعوا قد بعضهم. لكن بحطها على الـ equal. هون عندي كتير منيح. في عنا اوكي، في عنا ليمون، ليمون يعني حامض، ليمون اذا بدكم، في ناس بسموها ليمون. رح قصها قصيتها بالنص، صار عندي two parts، one two، هن equal parts or unequal parts؟ مش قد بعضهم، unequal parts. حطها على ورقة ال unequal.
اوكي في عنا هلا بعد الفاكهه فروتس مثل مثلا تفاحه ابل. رح قص هيدا الابل لقطعتين، خلينا نشوف اذا هن ايكوال، طلعوا فيها منيح. تو بارتس ايكوال، مزبوط ايكوال قد بعضن. تو ايكوال بارتس، بحطها على الورقه تبع الايكوال. كمان عندي ابل بس شايفينها من غير، يعني مش شايفينها من فوق، شايفينها من جنب، كمان رح قصها. قصيتها ل 2 بارتس، هن ايكوال اور ان ايكوال؟ اكيد ايكوال، شفتوا كيف قد بعضهم؟ بحطها على ورقه الايكوال. خلينا نشوف بعد مثلا مثال صغير، مثل هيدي رمان، بومجرانيت رمان، قصيتها ل 2 بارتس. ناو اي هاف 2 بارتس، 1 2. Are the parts equal or unequal? برافو، مزبوط unequal، ملن قد بعضن هول القطع. كرمال هيك رح حطها على ورقة ال unequal. تحبوا نجرب بعد بال، في عندي بنانا هون، بنانا موز، قصيتها وصار عندي 2 parts، طلعوا فيهن. Are they equal or unequal؟ unequal، منن قد بعض هودي القطعتين، كمان بحطها على ورقة الـ unequal. يعني عندي كتير بعد أمثلة بس أنا ما عندي وقت إنه ضل أعطيكم إياهم، لأن بعد بدي أشرح لكم بالحصص اللي جاية أشياء كتير جديدة. كرمال هيك أنتو جيبوا صور مثلهم، أو إذا عندكم لقيتوا بالمجلة أو بالجريدة صور لفاكهة، لأحذية يمكن، لثياب أو قبعة، قصوها واعملوا منهم 2 equal parts أو unequal parts. أو حتى الأكل إذا كان عندكم رغيف من الخبز فيكن تقطعوا لها 4 equal parts أو 4 unequal parts أو أي شيء من حولكم، فيكن تطبقوا هيدا الدرس اللي تعلمناه. نحن عم نتعلمه لأنه رح يساعدنا نفهم الدروس اللي جاية، رح يساعدنا نتعلم شيء كتير مهم، فمشان هيك انتبهولن وفهمون كتير منيح وطبقوهن دايماً وارجعوا لهم حتى يترسخوا بأذهانكم. هذا كان كل شيء لحصتنا لليوم. قبل ما ودعكم بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك www.facebook.com، وبتفوتوا على الصفحه اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز. نحن بنحب انه تبعتوا لنا وتشاركونا بالاشياء اللي انتم عم تكتبوها او عم تتعلموها ببرنامج مدرستي. وهلا رح ودعكم وبرجع بلتقي فيكم بحصه جديده. باي. Ally the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ally the alligator, 9 is greater than 2. Yummy. 5 is less than 8. Oh no. 20 is greater than 15. Yummy. 30 is less than 15. Oh no, no. Ally the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ally the alligator, I choose the greater number. Yummy. I leave the one less than. Of course. Give the greatest numbers and take the less for yourself. Ally the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ally the alligator.